يو واتس جو يوتيوب استبال الرحمن، رجعت لكم في مقطع جديد. تبا اول حاجه اول مره شفنا ما تنسى تدينا لايك سبسكرايب شير انشر المقطع، عايزين نوصل 2000 مشترك قبل بدايه السنه. باقي لنا 20 واحد بس، 20 واحد بس ونوصل على 2000 مشترك، فدي حاجه حلوه وانا متحمس لها شديد. اوكي طيب، قبل ما نخش المقطع نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وتم التسليم، ونذكر الله على بذكر الله تطمئن الغلوب. طيب شباب، نادي لاخونا في فلسطين، ربنا يفرج همهم وربنا ينصرهم غريبا على الغوم الظالمين، وربنا يرحم كل شهداء المسلمين يا رب. طيب فيديو الليله، هي السلسله بتاع دعم دعم الرابرز الصاعدين. اوكي انا ما اعرف دي الحلقه العاشره ولا ال11 حاجه كده، يو فيمي. طيب الفيديو الليله معانا الرابر من مصر اسمه عبد الرحمن، اوكي، ملقب بدون تايسون، اي كي اي دون تايسون. اوكي فجاني في الانستغرام قال لي يا برو انا نزلت تراك وكده 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 وعايزك تعمل لي ردة فعل عليه، هو اديني رايك في التراك. اوكي فاحنا ما هنغيم برانا، انتوا برضو غيموا في التعليقات تحت رايكم شنو فيه. تمام، ما طول كتير في المقدمة، خلينا نلبس سماعتنا عشان نخش في التراك ونسمع دون تايسون ان ديليريشن. اوكي السماعة جاهزة، الكوباية جاهزة. بدون الكوباية دي الفيديو ما هيمشي بسلام، يو نو. فالكوباية دي لازم تكون قاعدة عشان الفايب يكون قاعد. اوكي فا يا ده التراك هنا دون تايسون. اوكي نزل قبل 6 ايام، فيه 802 مشاحدة و64 لايك. اوكي خلينا نسمع. تبيديهم ده كل وهم من غير تخفيف وش ثانية على طول كده دخلت ثانية في دريل، في دريل برا، دريل ده اسمه الشيت برو، انت جيت في ملعبي يا برو، ده دريل. لكن انا المهم التراك اسمه 7 اكتوبر. اوكي خلينا نسمع التراك تاني. وتبيديهم ده كل وهمي من غير تخفيف وش الوش ما نجيش من الدار نحب نموت واقفين ما نخافش ولو مليون مع قال لك وش الوش ما بنحب نموت من ظهري بنموت واقفين تقريبا قال كده، خلينا نسمع تاني. وش الوش ما نجيش من الدار نحب نموت واقفين ما نخافش ولو مليون ما احنا على الجنة رايحين وده بعد ما الواحد ياخد راسي جي 65 انا مصري كياني ودمي فضل فلسطين حكامنا بينا وبينكم وما زلتم برضو خايفين اصحاب الحق بعين قوية لسه احنا صامدين لو وش الوش هننهيك فوق يا ابن الخنازير ما هو مهما طال مهما دار قعدني ربي الانتصار مش بنهار ولا اختار اقرب زي عادة وغدار كلها امطار تتحول امطار عليكم تمطر نار اسمع اخر الاخبار خرجنا الحوسالة من الدار وده غضب مش من فراغ من اجرام مقدرش اقول عليهم بشر وايوه ده استخسار استباحوا الدم وقتلوا حتى الاطفال خلوا اخواتنا العزل تحت الانقاض لقوا بيتهمونا بالارهاب شويه الكلاب عشان بناخد حقنا بندافع بالسلاح قلبي زعل من الكلام عشان وفي مش جبان مخلص عن خنازير عن خنازير الاحتلال اخواتي بايديهم ده كل وهم من غير تخفيل وش الوش ما نجيش من الدهر نحب نموت واقفين ما نخافش ولو مليون ما احنا عالجنة رايحين وده بعد ما الواحد ياخد راسي جي 65 اخواتي بايديهم ثواني احنا سمينا التراك من غير ما نوقف. اوكي فهسه هنسمع التراك ونحاول نوقف كل شوية يعني نفسر هو قال شنو. تمام خلينا نسمع مره ثانيه. بايديهم ده كل وهم من غير تخفيف وش الوش ما نجيش من الدار نحب نموت واقفين زي ما سميت قال لك وش الوش ما بنحب نجي من الظهر يعني ما بنحب نجي من ورا احنا بنحب نموت واحنا واقفين عرفت يعني بنجيك وش وش فيس تو فيس وش وش يو فيل مي الراجل لراجل كده ما بنحب نجي من ورا يو فيل مي فاحنا في وشك وبنحب نموت واحنا كده واقفين. اوكي ما خافش ولو مليون ما احنا عالجنة رايحين وده بعد ما قال لك ما بنخاف ولو مليون احنا عالجنة ماشيين. اوكي فهتموت شهيد اكيد هتمشي الجنة يو فيمي فقال لك احنا ما بنخاف لو حتى مليون فاحنا كده كده عالجنة ماشيين يو فيمي الواحد ياخد راسي جي 65 انا مصري كياني ودمي فضل فلسطين حكامنا بينا وبينكم وما زلتم برضو خايفين اصحاب الحق بعين قوية لسه احنا صامدين لو وش الوش هننهيك فوق يا ابن الخنازير ما هم لسه احنا صامدين لو وش الوش هننهيك فوق يا ابن الخ سميدة قال لك لو وش الوش هننهيك
فهمت؟ وش الوش خنازير يا ابن مهما الخنازير. طال مهما دار قعدني ربي الانتصار مش بنهار ولا اختار اقرب زي عادة وغدار كلها امطار تتحول امطار عليكم تمطر نار اسمع كلها امطار تمطر عليكم النار، قال كده. طال مهما دار قعدني ربي الانتصار مش بنهار مهما طال مهما دار وعدني رب الانتصار. نهار ولا اختار اقرب زي عادة وغدار كلها امطار تتحول امطار عليكم تمطر نار اسمع اخر الاخبار خرجنا الحوسالة من الدار وده غضب مش من فراغ من اجرام مقدرش اقول عليهم بشر وايوه ده استخسار استخسار استباحوا الدم وقتلوا حتى الاطفال خلوا اخواتنا العزل تحت الانقاض لقوا بيتهمونا بالارهاب شويه الكلام عشان بناخد حقنا بندافع قال لك لا وبتحمونا بالإرهاب شوية كلاب احنا بندافع فهم بيحسبوا احنا الإرهابيين بس هم الإرهابيين يفهمي فهم بيحاولوا يتحمونا احنا يحطوا اللوم علينا عشان احنا شنو بندافع في حقنا يفهمي فهم بيقولوا كده احنا الإرهابيين بس هم عارفين الحقيقة ادفع بالسلاح قلبي زعل من الكلام عشان وفي مش جبان مخلص عن خنازير عن خنازير الاحتلال اخواتي بايديهم ده كل وهم من غير تخفيل وش الوش ما نجيش من الدهر نحب نموت واقفين ما نخافش ولو مليون ما احنا عالجنة رايحين وده بعد ما الواحد ياخد راس جي 65 دايم سؤالي المهم التراك خلص شباب اوكي التراك كان دقيقة و22 ثانية انا ما اعرف انتوا يا عبد الرحمن انتوا كنتوا عاملين سايفر ولا حاجة كده عشان انا شايف التراك كانك انت قصيت ولا حاجة كده ولا انت بس عملت التراك قصير و يو فيل مي يعني الصورة الفيديو جايب الطول ما جايب العرض كده يو نو المهم نتكلم عن التراك بصراحة التراك عجبني اوكي تراجع انا القضية الفلسطينية فحاجة حلوة يو فيل مي فدي حاجة دي حاجة انه ما في ايدينا حاجة غير احنا نقدر نوصل صوتنا يو نو ف يعني تقدر توصل صوتك بأي طريقة اوكي فده هو القدر له سوى اغنية فدي حاجة حلوة بصراحة دي حاجة حلوة اوكي فما حنقعد ساكتين اكيد اكيد كل واحد يحاول شنو يوصل صوته قدر الامكان بأي طريقة فيديو تراك اي شيء المهم شنو ما نفضل ساعتين يو فيل مي فبصراحه انا التراك عجبني واكتر حاجه شنو هو دريل الدريل طبعا ده جوي انا فانا زي المتابعين هو عارف انا بحب الدريل شديد فتقييم التراك بصراحه انا ما شايف فيه اغلاط مع انه التراك قصير بس لكن برضه حلو انا من ناحيه الفلو حقه كلماته ومشيه على البيت وكل شيء حرفيا حرفيا مبدع مبدع دون تايسون عبد الرحمن كل الحب لك يا برو انا بقيم التراك 10 على 10 يا برو دي أول مرة أنا أعمل لك ردة فعل وإن شاء الله ما آخر مرة هشوف لك فيديوهات تانية ولا تراكات تانية وإن شاء الله هسوي لك ردة فعل تانية والمهم كل ما تنزل تراك عرفني إن أنت نزلت تراك وفهمي فا أنا هاجي أسوي لك ردة فعل تانية وده وعد مني يو نو فكيف ثاني أخش قناتك؟ دايم دايم عنده تراكات كتيرة أوكي حلو 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 فلو عجبكم لو عجبكم التراك ده اكتب لي تحت في التعليقات لو عايز اني ارجع اسوي عليه ردة فعل تاني لاي تراك تاني انا كده من اختياري بس اختار اي تراك اسوي عليه ردة فعل وعرفوا لي تحت في التعليقات واكتب لي رايكم شنو في التراك ورايكم شنو في الرياكشن وانا ما اعرف الفيديو يمكن يكون قصير بس لكن يو نو ده اللي قدرت اسويه وبس شباب اظن كده وصلنا لحياة الفيديو اذا عجبكم المقطع ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير وعرفوني تحت في التعليقات برو انا ليه قاعد اتكلم كتير كده عرفوني تحت في التعليقات رايكم شنو في التراك ورايكم شنو في الرياكشن واكتبوا لي عايزين ناس اسوي ردة فعل لمنو تاني واي زول عنده تراك عنده اي شيء خليه يبعت لي في الانستجرام هتلقوا الانستجرام هنا ولا هنا يو فيلمي هنا ولا هنا المهم تعالوا لي الانستجرام هنا وان شاء الله اسوي لك ردة فعل وبس اشوفكم المقطع الجاي شباب انيا بيس اوت